هذا التغيير ممكن يعطينا ثلاث احتماليات، يا أما إن إحنا نتحسن نطلع نصير أسوأ أو نضل على نفس المستوى. يا الله ثواني بس بدي أخذ نفس أخذ نفس. شو أخباركم؟ اليوم كان أول يوم بعمل فيه إشي معين. امبارح أعلنت على الإنستغرام إني بدي أبلش أنزل محتوى بالإنجليزي كمان. ما بعرف إذا أنتوا عارفين هذا الإشي، بس من قبل كنت أحاول كل مكان إني أنزل نفس الفيديو إنجليزي عربي إنجليزي عربي إنجليزي عربي. كثير كان بياخد مني وقت وما كان عم بيجيني منه، يعني بعرف إنه الفيوز مش كل إشي، بس إنه لما تكون أنت لسه بتبلش لازم تعرف أنت على شو تركز ويعني تتعمق في هذا المجال، فاهمين علي كيف؟ فالتيك توك كان إنجليزي عربي، يوتيوب كان إنجليزي عربي، إنستغرام كان بالإنجليزي بالبداية. وصلت مرحلة من صناعة المحتوى قررت إنه أنا بدي أعمم كله يكون بالعربي، ما عدا يمكن اللينكدين، إذا أي حدا منكم عنده لينكدين أنا موجود على اللينكدين، فيسبوك ممكن هيك أو هيك، تويتر بطلت أنزل عليه، يمكن بنزل اليوم يلا. الفكرة وين؟ إنه اللي أنا عم بحاول أسويه على الإنستغرام بياخد وقت. ليش؟ لما أجد أنزل فيديو على الإنستغرام مش زي اليوتيوب مش زي التيك توك، إنستغرام غير لأنه كتير ناس بتحضره بدون صوت، فعشان هيك لازم أنا أحط الكتابة تحت عشان لو حدا عم بحضره بدون صوت يعرف أنا شو عم بحكي. فكل إشي أنا بطلع من تمي لازم أكتبه ولازم هاي الكتابة تلحق كلامي، وبدي أسوي هيك بالإنجليزي وهيك بالعربي، غير التصوير اللي أنا لازم أصور الأمور بسرعة ويعني بطريقة مرتبة كمان. فمبارح بالليل أعلنت إنه خلص إن شاء الله أنا حنزل أكتر من مرة بالأسبوع على الإنستغرام، ححاول إن أكون متواصل مش زي اليوتيوب والتيك توك كل يوم، بالبداية على الأقل 3-4 مرات بالأسبوع عبين ما أنا ألاقي نمط يناسبني. وصراحة كنت خايف امبارح لأنه هذا القرار عارف إنه قرار حيضيف علي شغل منيح، عارف إنه مسألة هدول الفيديوهين اللي بينزلوا على الإنستغرام مش مسألة إنه على السريع صور وخلص، لا بدهم شغل عبين ما أنا أنقل الفيديوهات أعدلهم أضيف عليهم التكست بعدين أرجع أنزلهم على التليفون وبعدين أنزلهم على الإنستغرام بعدين ألاقي لهم الهاشتاج. الموضوع أو المسألة يعني بتاخد وقت. فمبارح كثير كنت بفكر بهذا القرار قبل ما أنا أتخذه، أعمل هيك ما أعملش هيك. بعدين أنا زي ما بقولكم مرة تانية رجعت فكرت قديش أنا بدي أنجح في المجال، قديش أنا حابب أوصل لهاي المرحلة اللي دائما أنا بحكي لكم عنها، وكتير أنا حابب هذا الإشي كتير. فرغم إنه هذا القرار كان صعب علي حكيت محمد لازم أنت يعني زي اللي تقعد على جرحك وخلص تتوكل، صح إنه صعب بس ضروري. إنستغرام تاعي ما بقدر بس يعتمد على الناس اللي جايين من تيك توك، ما بقدر أنا أضلني معتمد عليه هيك وأنزل بس صورة فيها كابشن. أوكي يعني كل فترة وفترة حنزل صورة فيها كابشن، مش هذا الإشي الوحيد اللي حيكون عندي على الإنستغرام، لأني أنا بدي كمان أضيف قيمة من خلال الانستغرام، وبدي احاول كمان من انستغرام نفسه اني انا اكبر من حسابي مش بس مره تانية الناس اللي جاي من تيك توك. قرار كان صعب بس امبارح قررت اني انزل ستوري وخلص اعلن عن الموضوع ان شاء الله انا حلتزم بهذا الاشي وحنزل فيديوهات بالعربي وبالانجليزي. ليش على الانستغرام قررت اني اعمل لغتين؟ لانه كتير سهل، يعني انت نفس البوست بس بتحرك اصبعك يا عربي يا انجليزي. الفيسبوك كمان سهل من هالناحيه، اما التيك توك لا بدك تنزل واحد بالعربي وواحد بالانجليزي، وهذا من قبل كان عم بيسبب لي مشاكل من ناحيه الفيوز ومن ناحيه الشيء يعني كثير كان بيسبب لي مشاكل من قبل، فقررت اني اوقفه. على اليوتيوب مستحيل اني انا اصور فيديو ربع ساعه او 12 دقيقه بالعربي وارجع اعيد الفكره كلها بالانجليزي، بطول كثير. حتى انا لما كنت انزل فيديوهات بالعربي والانجليزي على اليوتيوب من الناس ما كانت كثير بتحضر الانجليزي، فانا حكيت خليني اركز على العربي. هلا يمكن على اليوتيوب لقدام اغير الامور بشوف. هذا هو موضوع اليوم، انه في ناس مش مبسوطين في المحل اللي هم فيه حاليا. ممكن انت ما تكون مبسوط من اداء في المدرسه او في الشغل، من مشاعر معينه، وعندك انت قرار، يا اما تضلك انت ماشي على نفس الطريق يا اما تجرب شيء جديد. شو رايكم نشرح شوي على الصبور عشان نغير من المود؟ فخلينا نفترض انه احنا بدنا نروح من نقطه البدايه للهدف. زي ما انتم شايفين بدنا احنا نطلع، يعني ما بيصير ان احنا نمشي مستقيم من هون لهون، لازم احنا نطلع. فيمكن انتم من نقطه البدايه للهدف بلشتوا هيك شوي شوي بطلوع 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 بطلوع، بعدين شو صار مع مرور الوقت؟ بلشتوا تتحركوا هيك، يعني من هون لهون هنا شفتوا انتوا تطور، شفتوا انتوا تطور لانه مع مرور الوقت قربتوا انتوا على الهدف، بس من هنا لا خلينا نقول هون ما في تطور، ضليتكم على نفس المستوى. خلينا مثلا نقول انه هذا هو المستوى، كل ما احنا طلعنا اكثر كل ما ارتفع مستوانا وصلنا للهدف، فاحنا هون صرنا ماشيين هيك بشكل مستقيم، يعني احنا ما عم بتحسن مستوانا. فهون بصير عندنا احنا قرار، بس احنا نلاحظ انه اوه استنى انا صار لي على هذا المستوى ما تغير فترة طويلة، فبصفي عندك انت قرار، يا اما تضلك انت مكمل او انك انت تحاول على بهاي النقطة انك تعمل اشي جديد تغير تضيف تغيير. في ناس حيقولوا لي محمد
ما بدي أغير، أنا مرتاح. أنا معك، الواحد لما يكون مرتاح ما بدي يغير، بس أنت عارف إنه إذا ضليتك مكمل على هذا الإشي اللي مريحك، مستواك حيضل هون لنهاية الوقت، ما حيتغير إشي، لأنه هاي النقطة اللي أنت وصلتها هون وصلتها عشان أنت سويت إشي معين هون قبليها، صح ولا لا؟ إشي معين، هذا الإشي أنت جربته وما زبط معك، جربته من هون لهون وما زبط معك، جربته من هون لهون وما زبط معك، جربته من هون لهون وما زبط معك، من هون لهون وما زبط معك، بدك ترجع أنت تجرب من هون لهون ومتوقع إنه يزبط، أو من هون لهون إنه يزبط، ما حيزبط. فهنا يمكن انت توصل هاي المرحله وتقول اوكي، يعني ليش مش عم بزبط معي؟ هاي علامه انه انت لازم تجرب إشي جديد. في احتماليتين او ثلاث احتماليات لما انت تجرب إشي جديد، ثلاث احتماليات. الاحتماليه الاولى ترجع انت على نفس المسار هذا، ما في إشي يتغير، احتماليه شوي ضئيله. الاحتماليه الثانيه انه انت تفشل، ينزل مستواك شوي. الاحتماليه الثالثه انه انت تنجح ويطلع مستواك. هتقول لي اوكي يا محمد، يعني ليش اغير اذا انا في عندي ثلاث احتماليات، واحدة منهم اني انا اضلني على نفس المستوى، واحدة منهم اني انا افشل، واحدة منهم اني انا انجح. خليني احكي لكم ليش التغيير بكون مفيد. خليني انا ارجع ارسم الفكرة عشان الامور صارت شوي ملخبطة. واحنا قلنا انه هذا التغيير ممكن يعطينا ثلاث احتماليات، يا اما ان احنا نتحسن، نطلع نصير اسوأ، او نضل على نفس المستوى. الحلو في الموضوع انه فرص انك انت تضل على هذا المستوى فرص جدا قليلة. ليش؟ لانه مش دائما اشياء مختلفة بتعطيك نفس النتيجة. كان نقول مثلا في فرصة 10% انه انت نفس النتيجة تطلع معك، خلينا نقول هون 40% ل60% في فرص انك تفشل، و40% ل60% فرصة انك تنجح. ماشي الحال هيك، ايش اللي بصير لو احنا فشلنا؟ خبر منيح اذا احنا فشلنا. ليش؟ بطلنا احنا على هذا المستوى. لما احنا ننزل على الاقل هون مع هاي النزلة احنا تعلمنا اشي، عرفنا انا فشلت عشان صار كذا كذا كذا. فهاد اللي بصير هون معنا ممكن احنا لو تعاملنا معه بطريقة صحيحة زي ما حكينا بالفيديوهات الماضية، هذا ممكن احنا نتعامل معه كأنه نجاح. اذا احنا نجحنا هون 40-60% ايش اللي بصير؟ طلعنا الحمد لله مستوانا واخيرا نتحسن، وهلأ صار عنا اشي احنا ممكن نسويه مرة تانية ونشوف اذا بننجح. احنا ممكن نشوف اذا هذا زبط نعمله مرة تانية، زبط ممكن يرجع مستوانا هيك، بنقول اوكي صار وقت اغير مرة تانية، ممكن انجح اضلني على نفس المستوى او افشل. انا بدي يا هاد يا هاد يصير معي، لانه هذول الاثنين بيعلموني إشي. اذا ضليتني على نفس المستوى ما تعلمت إشي، ما استفدت إشي. فهاي هي الفكره، يعني انت صح بتخاطر انه تجرب إشي جديد، كل ما توصل نقطه هون كل ما توصل نقطه هون فيها مخاطره 40-60% 40-60% 10%، بس هاي المخاطره في معظم الاحيان، يعني في حالتين من ثلاث حالات ممكن انت تطلع منها بإشي مفيد. وعشان هيك هذا الاشي ضروري انه الواحد لما يوصل نقطة زي هيك يغير. عشان اتأكد انه كل حدا فهم بدي اعطيكم مثال بسيط. خلينا نقول انكم انتو بدكم تدرسوا لامتحان معين، اوكي؟ فانت بلشت السنة الدراسية باسلوب دراسة معين، هذا الاسلوب والله جاب لك نتيجة حلوة. انت مثلا نتيجتك هون الهدف انك تجيب معدل 95، حلو كتير. فانت والله بلشت كان عندك كم امتحان، والله بلشت تضبط فيهم كلياتهم ما شاء الله عليك في التسعينات، وصلت نقطة كل امتحاناتك صار ايش مستواهم؟ في السبعينات، 70% صار كل امتحاناتك صارت 70% بسبب اسلوبك الدراسي. وصلت انت نقطة، خلينا نقول نص الفصل، انت وصلت نص الفصل وانت مستواك بالسبعينات لسه، هدفك انه معدلك يكون 95. فانت هون لما تيجي نص الفصل ممكن انت تعمل قرار، يا اما تدرس بنفس الطريقة اللي انت صار لك بتدرس فيها كل هالفترة هاي، او انك تجرب طريقة غير. هلا في فرصة عالية اذا انت درست بنفس الطريقة انك انت تضلك هون 70% لسه علاماتك ما حتتغير، لانك عم تدرس بنفس الطريقة اللي هي جابت لك هاي العلامات. اذا انت درست بطريقة مختلفة يمكن صح بعض الامتحانات انت ما تزبط فيهم، ممكن مثلا تجيب 60%، بس على الاقل هون في تغيير انت ممكن تتعلم منه، تقول صح يمكن عشان والله هذا الامتحان ما حفظت له منيح، هذا الامتحان ما قرأت الكتاب، هذا الامتحان ما تدرب عليه كفاية. وممكن والله انه يطلع 85 وتقول تعرف ليش؟ لاني انا حفظت اشي معين عشان انا درست بطريقة معينة. فانت هون بتكون كتير استفدت من هذا التغيير، لانه في هاي الحالة وبهاي الحالة انت تعلمت اشي من اللي صار معك. نفس الشيء اذا انت بدك نقطة البداية لنقطة النهاية انك انت بدك تخسر وزن، جربت دايت معين والله جاب لك نتيجة من هون لهون، بعدين ضليتك انت على نفس الوزن، بتوصل هاي النقطة يا اما بتغير الدايت تبعك يا اما بتغير الرياضة تبعتك، بدك تساوي تغيير. هلا في فرصة ضئيلة جدا انك انت مع التغيير تضلك على نفس المستوى، في فرصة عالية انه وزنك شوي يزيد لفترة بسيطة، ولما وزنك يزيد شوي انت ممكن تشوف انه لاني انا خبصت شوي بالاكل، او ممكن وزنك ينقص وتقرب انت لهدفك. لما وزنك ينقص ممكن تشوف هذا الاشي اللي انا عملته صح،
فأظن هيك الفكرة صارت واضحة. هلا في ناس يمكن تقول لي محمد أوكي أقنعتني، أنا حابب إني أتغير، أنا بطلت بدي أضلني على نفس المستوى، أنا خلاص اقتنعت. المشكلة إنه نفس الناس هدول حتى لما يقتنعوا إنه التغيير أساسي ما بيعرفوا إنه مرات التغيير بيكون صعب، مؤلم، غريب. يعني أنت عشان تغير أنت لازم تسوي إشي أنت يمكن ما عملته من قبل. وإحنا كبشر طبيعتنا مرات بنخاف المش مألوف. أي إشي جديد علينا بنكون خايفين منه، أي إشي جديد علينا ما بنكون مرتاحين له، أي إشي جديد علينا يمكن يكون صعب. وهذا بردع الناس، بتبطل الناس بدها التغيير. وهذا الإشي أنا واجهته مع أكثر من شخص. فبصف السؤال الحقيقي هو قديش أنت بدك توصل للهدف اللي إحنا حكينا إنه هون نقطة البداية هون الهدف. قديش أنت بدك توصل للهدف؟ لو فعلا بدك توصله أنت مستعد إنه لفترة بسيطة بس تقاوم هذا الوضع الصعب الغريب المش مريح المؤلم إذا فعلا بدك توصل للهدف. إذا ما بدك توصل ضلك زي ما أنت، ضلك زي ما أنت لأنه أسهل لك. إذا أنت مرتاح في المحل اللي بدك إياه وما بدك توصل لهدفك اختصر على حالك، انهي الفيديو هون وضلك زي ما أنت. بس إذا فعلا بدك توصل لهدفك بدك تكون مستعد إنه في شغلات معينة راح تصير معك وهالشغلات ما حتكون مريحة وما حتكون صعبة عليك. فجزء كبير من رحلة الوصول للنجاح إنك أنت تكون مستعد إنك حتواجه الصعاب. كتير ناس بتتفاجأ واو أنا ليش تصعبت. المفاجأة مش مفروض تكون هون، لأنه كل واحد رح يتصعب، كل واحد رح يفشل نوعا ما. المفروض إنك تسوي إنك أنت تتعلم من اللي صار، والمفروض كمان إنك دائما تضلك تقيم أدائك. هل أنا عم بتحسن باستمرار ولا أنا صار مستواي ثابت؟ أنا واحد من الأسباب اللي قررت إني أعمل هذا التغيير على الإنستغرام إنه مستواي صار ثابت. إنه الحمد لله شفت أنا تطور منيح من ناحية عدد المتابعين، صار العدد ثابت ومحتواي صار ثابت على الإنستغرام. فأنا حبيت إني أنا أنوع، وعارف أنا إذا بدي أنوع لازم أتصعب شوي، لازم أضيف ساعات شغل خلال يومي، لازم أصير أصحى على 7:30 الصبح بدون مبالغة. مش سهل أبداً، بس أنا إذا فعلاً بدي أكبر على إنستغرام هاي التضحيات لازم أسويها. نفس الشيء بحياتكم، سواء من ناحية خسارة الوزن، من ناحية الشغل، من ناحية الدراسة، شو ما كانت لازم الواحد يتقبل إنه إذا بده يغير مرات التغيير أو على الأقل في البداية يمكن يكون مش مريح، يمكن يكون صعب. مع الوقت حتتعود عليه، حيصير جزء من حياتك. أنا إن شاء الله مع الوقت حتعود على موضوع الإنستغرام، حيصير جزء طبيعي من حياتي. خلوا هذا الموضوع في بالكم وتذكروا دائما 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 قديش أنتوا حابين توصلوا لهدفكم وقديش الهدف له معنى بالنسبة لكم. خلينا هنا نشوف عدد ساعات المشاهدة. أنتوا عارفين السيستم، نروح على مونتايزيشن. جاهزين؟ بسم الله. أنا ما شفتهم لليوم. وال الحمد لله. وال شفتوا قديه؟ 990. قربنا 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 ان شاء الله. يعني بعد ما ينزل هذا الفيديو ان شاء الله بنكون هيك عدينا الألف. حتى هون قربنا على 4500 عن جد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوفوا حتى هذا شوي شوي عم يتعبى ازرق. ان شاء الله قربنا عن جد. فشكرا كثير لكم على كل الدعم، وان شاء الله بشوفكم فيديو بكره.